هسألك سؤال واضح، طب. هل فعلا مارسيل كولر طلب عودة سيد عبد الحفيظ مرة أخرى؟ الكابتن الكبير سيد عبد الحفيظ بشكل رسمي لا. والكابتن سيد عبد الحفيظ مش هيشتغل مدير كرة تاني داخل النادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا، لأن هو خلاص خطط إن التارجت بتاعه الجاي عضو مجلس إدارة داخل النادي الأهلي. أهدي مفاجأة. أهدي مفاجأة أول مرة خلاص. يعني الأيام اللي فاتت كان الكابتن سيد وبعض المقربين منه كان زي استطلاع رأي كده، كان متواجد هو في فرع الأهلي بمدينة نصر وابتدى يتكلم مع الناس، خلاص بنسبة كبيرة هيخش السلك الإداري. يعني هو حابب ياخد التجربة الإدارية، بيقول لك بقى كفاية كده عليا مدير كورة، لأن كمان هيرجع مش هيقدم جديد. يعني هو لو رجع كمدير كورة مش هيقدم جديد. وعادة يعني اللي بيشتغل منصب مدير الكورة في النادي الأهلي دوت بيوصل لمرحلة إنه يبقى رئيس النادي في المستقبل. ده البدايات كلها التدريج كده، وهو ده صلاح سليم كابتن حسن حمدي كده، وهو ده الهدف، وهو ده الهدف بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ. ليه لا؟ أنا نجم كورة كبير جدا، مفيش نجوم كورة كتير على الساحة دلوقتي مثلا. يعني هدف كابتن سيد بيحلم إنه يبقى رئيس النادي الأهلي. أي حد داخل لعب كورة في النادي الأهلي أو في الزمالك أكيد حلمه إن يكون رئيس النادي. مش كل اللعيبة يعني 90%. ما طالما خدت السلك الإداري، يعني الكابتن سيد اشتغل إداري، لو اشتغل فني أقول لك ما عندوش نية، بس أنا بقول لك خلاص التارجت عند الكابتن سيد اتغير. الكابتن سيد بيبحث إن هو يكون عضو مجلس إدارة داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. عايز أسألك سؤال كده تخيلي، بس تخيلي مجرد تخيل، هجي لك يا عمور بس هي الكلام بيجي. لا لا أنا مستمتع بحبيبي يا عمور. في المستقبل يعني احنا مش بنتكلم في المستقبل القريب، ممكن يبقى المستقبل البعيد يعني. في اتنين دخلوا على منصب رئيس النادي الأهلي في المستقبل البعيد. حسام غالي وسيد عبد الحفيظ، مين ممكن يكسب؟ مين ممكن يكسب؟ أقول لك إجابة كويسة ولا إجابة دبلوماسية؟ لا إجابة كويسة. أنا أحب الإجابات الصريحة الواضحة. اللي هيقدر يحشد أكتر. مين تتوقع يعني؟ اتوقع مين؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ يكسب قدام حسام غالي. عشان مرضي عنه على السوشيال ميديا اكتر من الكابتن حسام غالي. لما نشوف بقى المستقبل. يعني بدلوا في المستقبل لو مفيش حاجه اتغيرت يعني. لو بنتكلم ان احنا على المعطيات الحاليه، طبعا المستقبل في علم الغيب احنا بنقول، بس السؤال تخيلي يعني. بنتكلم على المعطيات الحاليه، الكابتن سيد عبد الحفيظ يتفوق على الكابتن حسام غالي. طيب.